النجاح الحقيقي طبعا الكبير بالنسبة لنا نحن المؤمنين أن ننجح في نيل رضا الله وننجح في دخول الجنة، لكن عندنا أيضا نجاحات دنيوية. عندنا الشخص الناجح الاجتماعي والناجح في مجال الزواج والناجح في مجال تربية الأولاد والناجح في مجال العمل وكسب الرزق، هذه نجاحات دنيوية مطلوبة أيضا محبوبة. فما هو الفرق بين النجاح الشرعي والنجاح الغربي؟ هذا النجاح الغربي أنك تحقق طموحاتك بغض النظر إن تغضب الله ولا ترضي الله، خلاص وصلت للمطلوب. النجاح الشرعي أن تنجح في نيل رضا الله عز وجل، مع أنه قد تكون أحيانا ما في دنيا. يعني مثلا لما طعن حرام بن ملحان رضي الله عنه غدرا من الخلف قال الله أكبر فزت ورب الكعبة، اللي طعن واستغرب يعني ايش واحد قتل كيف وين هذه فزتوا، يعني اي فوز؟ فاخبروه يعني ان الفوز فاز. ليش فاز؟ لانه فاز بالموت على الاسلام والثبات على الدين والقتل في سبيل الله. غلام الاخدود الان نهايه غلام الاخدود انه قتل، لكن هل نجح؟ بالمعايير الشرعيه نجح باهر، كان سبب إسلام البلد ذلك الفوز الكبير، والناس قتلوا لكن الله قال ذلك الفوز الكبير. إذن إرضاء الله، الفوز بجنته، هذا النجاح الكبير، هذا النجاح الأساسي. الله ذكر الفوز في القرآن والفلاح، ذكر الفوز في أكثر من 20 موضعا، كلها مقترنة بالنجاة من عذاب الآخرة والظفر بنعيمها. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. احنا في مواسم اختبارات نتكلم عن النجاح. الفلاح ذكره الله في اكثر من 40 موضعا، كلها مرتبطه بالاعمال الصالحه والايمان والتقوى والتوبه والجهاد والذكر. ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون. وقال إنه لا يفلح الظالمون ولا يفلح الساحر حيث أتى، مع أن الساحر ممكن يكون يعني بالمعايير الغربية ساحر ناجح وعنده زبائن كثير ودخله عالي ومؤثر في المجتمع، لكن أي تأثير؟ وليس النجاح إذن فقط النجاح المادي، إنه خلص كون ثروة هذا ناجح. هذا قارون كون ثروة، ولكن إيش النتيجة؟ وقال إنما أوتيته على علم عندي، انخدع به البسطاء والسذج اللي تهمهم الظواهر، قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، لكن النتيجة خسف الله به وبداره الأرض. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون الآن لا تغيرت، يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، يعني يضيق، لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. أصلا ما رأوا النهاية المأساوية.